بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قد سبق أن أشرت في المحاضرات السابقة أن الركن القانوني للجريمة أو مبدأ الشرعية يقوم على عنصرين اثنين. يتمثل العنصر الأول في ضرورة خضوع الفعل أو الامتناع لنص من نصوص الجريمة، وهذا العنصر حللناه بتفصيل سابقا. أما العنصر الثاني الذي سيكون موضوع محاضرتنا اليوم يتلخص في عدم خضوع الفعل أو الامتناع لسبب تبرير أو إباحة، لأن النشاط أو السلوك الإنساني لا يكفي أن نعتبره جريمة بمقتضى نص من النصوص الجنائية، بل يجب فضلا عن ذلك أن لا يكون هذا النشاط أو السلوك خاضعا لسبب من أسباب التبرير. لكن ما يلفت الانتباه هو أن المشرع المغربي لم يضع تعريفا لأسباب التبرير، ولكنه حددها تحديدا في نصوص القانون الجنائي باعتبارها ظروفا أو حالات تزيل عن الفعل صفته الجرمية، وأوردها في الباب الرابع من القانون الجنائي تحت عنوان الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة، ونص عليها في الفصل 124 منه، الذي جاء فيه بأن لا جناية ولا جنح ولا مخالفة في الأحوال الآتية: أولا، إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. ثانيا، إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. ثالثا، إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء. انتهى نص الفصل 124. وبناء على هذا التحديد التشريعي لأسباب الإباحة، قد يحدث أن تتوفر الصفة الجرمية في السلوك الواقع لاعتباره جريمة جنائية، إلا أن القانون لا يعاقب هذا السلوك إذا ما اكتنفت ارتكابه ظروف معينة أزالت العلة التي يبنى عليها الجريم ورفعت الصفة الجرمية عنه. وتدعى الظروف التي تزيل علة الجريم عن الأفعال المعاقب عليها قانونا بأسباب الإباحة. فالمشرع مثلا عندما يعاقب على فعل الضرب أو الجرح فإنه يستهدف من وراء ذلك صيانة حق الإنسان في سلامة جسمه أو بدنه، غير أن استعمال الطبيب مبضعه في جرح المريض أثناء عملية جراحية له، وإن كانت تمس في الظاهر الجسم، إلا أنها في حقيقة الأمر لا تهدد مصلحة الجسم في أن يسير سيرا عاديا، بل بالعكس من ذلك فهي تصون هذه المصلحة. فهناك عدة حالات تبرر ارتكاب جريمة. فالإجهاض مثلا يعتبر جنحة، والغاية من جريمه المحافظة على حق الجنين الطبيعي في الحياة، لكن هذا الإجهاض أصبح مباحا بمجرد ما تستوجبه ضرورة المحافظة على صحة الأم، شريطة أن يقوم به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، وهذا ما نص عليه الفصل 453 من القانون الجنائي. كما أن المشرع يجرم الاعتداء على سلامة جسد الإنسان عمدا في الفصول من 400 إلى 403 من القانون الجنائي، ويستهدف المشرع الجنائي من وراء ذلك المحافظة على السلامة البدنية للأشخاص باعتبار حق طبيعي. لكن توجد حالات تبرر ارتكاب جريمة من طرف الطبيب أو الجراح، وذلك بهدف المحافظة على السلامة البدنية للأشخاص إذا هدد مرض من الأمراض هذه السلامة أو حياة المريض ذاتها، فإنه يصير مباحا للجراح بتر أحد أعضاء المريض، شريطة أن يقوم بذلك وفق أصول والأحكام التي تنظم مهنة الطب. وهي أفعال يقوم بها الطبيب عمدا فتكون أعماله مبررة ولو أنها جرائم، لأنه يحاول بواسطتها تحقيق مصلحة أولى بالرعاية، وهي المحافظة على حياة المريض أو سلامته الجسدية. واعتبر المشرع في مثال آخر في الفصل 585 من القانون الجنائي التخريب العمدي للمباني بواسطة مفرقعات أو أي مادة متفجرة
جريمة جنائية، لكن إذا تبين أن بناية ما مهددة بالانهيار أو مضرة بالصحة العامة فإن هدمها ولو بالمتفجرات يحقق مصلحة أولى بالرعاية من المحافظة على حق الملكية. من هنا يتبين أن أسباب الإباحة تمتاز بطبيعة الموضوعية نظرا لارتباطها بنص القانون، ومن ثم فإن الكشف عنها يتم من خلال إجراء مقارنة بين قاعدتين قانونيتين والتوفيق بينهما، قاعدة الجريم وقاعدة الإباحة دون الشراط، البحث في نفسية الجاني. وفي هذا الصدد يلاحظ أن بعض الفقه يعالج أسباب التبرير عند التعرض لبحث موضوع المسؤولية الجنائية أو الركن المعنوي للجريمة، لأن حرية الاختيار عند الجاني أي الإرادة الواعية عنده قد تتأثر بأحد أسباب التبرير مثل حادث الضرورة والإكراه المعنوي، ما يؤدي إلى إعفاء الفاعل من أي مسؤولية جنائية. إلا أن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به لأنه يخلط بين أسباب التبرير القانونية الصرفة التي حددها المشرع والتي لا خلاف حولها مثل الأداء الواجب والدفاع الشرعي، فأساس هاتين الحالتين يجد مصدره في النص القانوني المحض لأنهما حالتان موضوعيتان يتم بحثهما خارج شخص الجاني. فهذا الرأي يخلط إذن بين أسباب التبرير وبين بعض الأسباب الأخرى التي اختلف الفقه حول طبيعتها ونوعها، أهي من أسباب التبرير أو من أسباب عدم مسؤولية أو موانع المسؤولية الجنائية كحالة الإكراه بنوعه المادي والمعنوي وحالة الضرورة. وفي المقابل يذهب البعض الآخر إلى أن الإكراه بنوعه المادي والمعنوي يتم بحثه ضمن مجال الركن المعنوي للجريمة، لأن الإكراه سبب يشل إرادة الجاني وحرية اختياره، أما حالة الضرورة فهي محل خلاف فقهي لأنها من أحد الوجهين هي ذات طبيعة موضوعية، وذلك حينما تكون للفاعل حرية اختيار أثناء مفاضلته بين موقفين، إما التضحية بحقه أو التضحية بحق شخص آخر بريء. لكن حالة الضرورة من وجه آخر هي تشبه حالة الإكراه حينما يوجد الفاعل في حالة ضرورة أو اضطرار فيضحي بحق بريء في سبيل إنقاذ حقه هو، وقد تقترب أكثر من حالة التبرير حينما يقوم الفاعل بالتضحية بحق يعود لشخص آخر وذلك في سبيل إنقاذ حق شخص معين أولى بالرعاية. وهكذا ومع استثناء ذلك الخلاف يبدو لنا أن أسباب التبرير هي أسباب موضوعية يجب أن تبحث في نطاق الأسباب التي تهدم أو تنفي الركن القانوني للجريمة، ولعل هذا ما دفع بعض الفقه إلى اعتبارها داخلة ضمن ركن آخر مستقل عن الأركان التقليدية الثلاثة للجريمة التي هي الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي، أطلق عليها اسم ركن التعدي أو ركن عدم المشروعية. لكن الرأي الراجح يدرسها ضمن الركن القانوني للجريمة، لذا في الحديث عن الصفة غير مشروعة للفعل كركن في الجريمة يقتضي تناول المشروعية في وجهيها الإيجابي والسلبي معا. فالوجه الإيجابي لها يتمثل في وجوب خضوع السلوك أو الفعل المرتكب لنص من نصوص الجرم والعقاب، أما الوجه السلبي لها فيتمثل في أن لا يكون ذلك السلوك أو الفعل مباحا شرعا، لأن من شأن توفر سبب يبرره أو يبيحه أن يعيده إلى أصله كفعل مشروع رغم تطابقه مع النموذج القانوني للجريمة كما حدده النص الجنائي، وذلك لانتفاء علة الجريم. كما في الحالة التي تصبح فيها مصلحة المعتدى عليه أولى بالرعاية من مصلحة المعتدي كما في حالة الدفاع الشرعي، فحق المدافع أولى بالرعاية من حق المعتدي المهاجم، فإذا كان فعل المدافع بالقتل معاقبا جنائيا لأن فيه اعتداء على حق الإنسان في الحياة فإن المشرع أباحه للمعتدى عليه دفاعا عن نفسه، فأصبح حق المدافع أولى بالرعاية من حق المعتدي. وبناء على ما سبق ماذا يمكن أن نستخلص
من تحليل التشريع لأسباب التبرير، ومن مختلف الصور التي أوردناها لتمييز أسباب الإباحة عن أسباب عدم مسؤولية أو موانع مسؤولية. إنما يمكن استخلاصه من كل ما سبق هو الطبيعة الموضوعية لأسباب التبرير. فالطبيعة الموضوعية تعني إذن أن النصوص القانونية الجنائية هي المصدر الوحيد لأسباب التبرير. فإذا أردنا أن نبحث عن توفر أو عدم توفر سبب من أسباب التبرير، سنلجأ أولا وقبل كل شيء إلى التشريع الجنائي لمعرفة ما إذا كانت نصوص هذا التشريع تبيح السلوك أو الفعل المجرم أم لا. فإذا عثرنا على سبب يبرر هذا الفعل، فهذا يقتضي منا إجراء مقارنة بين نص الجريمة والعقاب الذي يجرم الفعل والنص الذي يبيح الفعل. وهذه العملية هي عمل موضوعي لا علاقة له بالبحث في نفسية الجانب. وهكذا فالصبغة الموضوعية لأسباب التبرير تترتب عليها آثار قانونية بالغة الأهمية، منها انقسام أسباب التبرير إلى عدة أقسام، منها مثلا أسباب التبرير العامة وأسباب التبرير الخاصة. فالأسباب التبرير العامة هي تلك التي تنطبق على كل جرائم بدون تمييز، مثل سبب الدفاع الشرعي فهو عام لأنه ينطبق على جرائم الدم مثل ما ينطبق على جرائم المال، غير أنه إذا تطلب القانون صفة خاصة في من يستفيد من أسباب الإباحة كصفة الطبيب أو الزوج أو الموظف فلا يستفيد منها إلا من كانت له هذه الصفة أثناء وقوع الفعل. وعلى مستوى ثاني قد تنقسم أسباب التبرير إلى مطلقة ونسبية. فالسبب المطلق يستفيد منه كل شخص توفرت فيه الشروط المتطلبة قانونا، كما يستفيد منها من شاركوه مثل حالة الدفاع الشرعي التي يستفيد منها الجميع، الفاعلون والمساهمون والمشاركون. فالذي يقتل دفاعا عن النفس يستفيد من سبب التبرير الذي هو حق الدفاع الشرعي، مثل ما يستفيد من شاركه في الدفاع عن نفسه كمن سلم سلاحا من أجل ذلك. أما سبب التبرير النسبي أو الخاص، فإن الفاعل الذي يستفيد منه هو من توفر فيه كالأعمال الطبية، لا يستفيد منها إلا من رخص له بممارستها، فلا تجوز ممارستها من طرف الممرضين مثلا. فالممرضون لا يستفيدون من سبب التبرير إلا في حالة المشاركة للأطباء لا باعتبارهم فاعلين أصليين. وعلى مستوى آخر، إن أسباب التبرير تتحقق بمجرد توفر شروطها القانونية، سواء علم بهذه الشروط من يستفيد منها أم لم يعلم. فالموظف الذي ينفذ أمر رئيسه بالقبض على شخص أو التفتيش يستفيد من سبب التبرير حتى ولو كان يعتقد أن هذا الأمر باطل، ما دام الأمر المنفذ الصادر إليه صحيحا في حقيقته. وعلى العكس من ذلك، فإنه لا يستفيد من سبب التبرير ولو كان يعتقد أنه متوفر له، لأن سبب التبرير موضوعي لا ينتج آثاره إلا إذا توفر فعلا. فلا يمكن أن يستفيد من حالة الدفاع الشرعي من اعتقد أنه تنطبق عليه هذه الحالة فيقتل شخصا معتقدا أنه يعتدي عليه، إلا إذا كان هذا الشخص معتديا فعلا. وكخلاصة لهذه المقدمة للتعريف بأسباب التبرير أو الإباحة، يمكن القول بأن الاستفادة منها تنحصر في من أتى سلوكا أو فعلا مجرما وكل من ساهم أو شارك معه فيه، وذلك في حالة اجتماع أو اقتران ذلك السلوك أو الفعل المجرم بأحد أسباب التبرير ليصير مباحا فلا يسأل عنه جنائيا وتتم تبرئته لانعدام الخطأ الجنائي في جانبه. أما على مستوى الخطأ المدني فلا يمكن أيضا مساءلته مدنيا على أساس الخطأ الشخصي لانتفاء أي خطأ من جانبه بسبب استفادته من إحدى حالات التبرير. فسنبدأ بأسباب التبرير المنصوص عليها في الفصل 124 من القانون الجنائي، وهي كالآتي: أولا تنفيذ أمر القانون، ثانيا حالة الضرورة والقوة القاهرة، ثالثا الدفاع الشرعي. فبالنسبة لتنفيذ أوامر القانون أو ما يعرف بأداء الواجب، قد أشار المشرع إلى هذا السبب
في الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون الجنائي، عندما نفى ترتب أي جريمة سواء كانت جنائية أو جنحية أو مخالفة عند إتيان الفعل إذا كان قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. ويتبين من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 124 المذكور أن المشرع شرط لتوفر الإباحة شرطين: الأول أن يكون الفعل قد أوجبه القانون، والشرط الثاني يتمثل في أن تأمر به السلطة الشرعية. وعلة الإباحة في حالة أداء الواجب أن الفعل المرتكب لا يكون إلا تنفيذا لحكم القانون وإن كان يمس مصلحة أخرى، على أن الإباحة في بعض حالات أداء الواجب يمكن تصورها، إذ يمكن أن تنتج أثرها عندما يأمر بها القانون حتى مع عدم اقترانها بأوامر السلطة المختصة قانونا. فالطبيب مثلا ملزم بحكم القانون أن يحافظ على أسرار مرضاه، غير أن إفشاء الطبيب لهذه الأسرار يعتبر مباحا في الحالات التي يجب فيها القانون التبليغ عن هذه الأسرار. وهكذا فتنفيذ أمر القانون يعتبر قياما بواجب يبرر ارتكاب مختلف الأفعال التي اعتبرها المشرع جريمة من الجرائم وعاقب على إتيانها. فمثلا ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق لما يقومان بواجبهما في إطار اختصاصات المخولة لهما فيترتب على ذلك انتهاك لحصانة منزل من المنازل أو المساس بحرية شخص من الأشخاص، فإنهما لا يعاقبان لأن فعلهما لا يعد جريمة ولأنهما نفذا ما أمر به القانون. لكن المطلوب هنا أن تكون الإجراءات التي بوشرت من طرفهما أثناء القيام بذلك قد احترمت فيها الضمانات التي يقررها القانون صيانة لحرمات المساكين ولحريات الأفراد وحقوق الإنسان. فما المقصود إذن بأوامر القانون التي تعد سببا من أسباب الإباحة؟ نقصد بها تلك الحالات التي يرى فيها المشرع أنه من الأجدر تعطيل فعول النص الجنائي وإباحة الخروج عليه تحقيقا لمصلحة اجتماعية معينة، بالرغم من الفعل ينطوي على جريمة لو ارتكب في الظروف العادية بعيدا عن هذا الأمر. لذا يأمر فيها القانون بإتيان بعض الأفعال التي لولا هذا الأمر لعدت جرائم في الظروف العادية، كالأمر بالإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الجزائية وإباحة ما يترتب عن هذه الشهادة من إفشاء الأسرار، وإلزام الطبيب بإفشاء ما يعاني منه مرضاه من أمراض معدية بالرغم من التزام الطبيب بالسر المهني واحترام الحياة الخاصة لمرضاه. ففي مثل هذه الحالات لولا أمر القانون لعدت الأفعال السابقة جرائم معاقبة عليها، وتجد مثل هذه الأوامر القانونية سندها في تقدير المشرع بأن الأمر ينطوي على تحقيق مصلحة اجتماعية أجدر من المصلحة التي كانت محمية قانونا مما ينفي عن الفعل صفته الجريمية ويحول دون قيام أي مسؤولية من أي نوع كان. هذا ولقد أوجد الفقه بعض الشروط الواجب مراعاتها في تنفيذ أوامر القانون حتى تكون سببا من أسباب الإباحة، وهي أولا أن يكون الأمر قد نص عليه القانون صراحة ودون لبس أو غموض، وأن يصدر في الحالات التي يجوز فيها إصدار مثل هذا الأمر وبالشروط والقيود والحالات الواردة بالنص مثل تفتيش المساكين. ثانيا أن يصدر الأمر من جهات مختصة بإصداره. ثالثا أن يصدر لشخص مختص بتنفيذ الأمر. رابعا أن تكون هناك علاقة وظيفية بين الرئيس والمرؤوس. خامسا أن يكون تنفيذ الأمر بحسن نية. وعموما يجب أن تكون الحالة التي أتى فيها الموظف العام العمل مطابقا من كل وجوهه للأوضاع التي تضمنها القانون، وأن يكون فيها العمل
مقرر بموجب نص قانوني أو أمر رئاسي من رئيس يوجب القانون طاعته، بشرط أن يكون القائم به مختصا بمباشرته وأن تتحقق دواعي إتيان العمل وأن يباشر على النحو الذي رسمه القانون، غير أنه في أوامر الرؤساء يجب إتباع تلقيه الأمر من رئيسه وأن يكون هذا الأمر مستوفي لشروط صحته، سواء كانت شروط شكلية أو شروط موضوعية. فالشروط الشكلية أن يفرغ الأمر في الشكل الذي يجب القانون إفراغه فيه، كما يجب أن يكون صادرا عن رئيس مختص لمأمور مختص أيضا، وهو ما يختلف باختلاف الحالات والأوضاع، وأن يكون الأمر مما يدخل في اختصاص الرئيس إصداره، حيث هناك أوامر مقصورة على نوع من الرؤساء الإداريين دون البعض الآخر، كما أن المنفذ يختلف باختلاف الحالات، فليست كل الأوامر مما يمكن لكل الموظفين تأديتها. فمثلا تسلم المتهم واعتقاله مثلا يعتبر المشرف رئيس السجن مكلفا بتسلم المتهم واعتقاله، كما أن التفتيش أي تفتيش المنازل له أشخاصه، وإن كان القانون يشترط صدور الأمر كتابة فلا يجوز صدوره شفاهة، مع احترام الشروط الموضوعية التي يقصد بها المقدمات التي يشترط فيها القانون اتخاذ الأمر. فتنفيذ حكم إعدام يقتضي وجود حكم نهائي بات استنفذ كل طرق الطعن وإجراء طلب العفو والعديد من الإجراءات الأخرى حتى يمكن تنفيذ حكم الإعدام، وباستكمال الأمر لشروطه الشكلية والموضوعية يكون على المرؤوس واجب تنفيذه. ويتبين من هذه المعطيات أن الإباحة لا تنتج أثرها في حالة أداء الواجب إلا بتوافر شروط معينة. أولا، أن يكون الفعل المرتكب موافقا للقانون، يشترط أن يكون الفعل قد ارتكب تنفيذا للقانون مباشرة أو لأمر من أوامر السلطة الشرعية وفقا للشروط التي يرسمها القانون أو السلطة الآمرة التي يفرض القانون طاعة أوامرها. مثاله أن يصدر قاضي التحقيق أمرا بإلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة يجيز له القانون إلقاء القبض بموجبها. أما الشرط الثاني فيتمثل في أن يكون الفعل قد استهدف غاية مشروعة، فالغاية المشروعة التي يجب أن يستهدفها الفعل المرتكب هي المصلحة العامة. أما في حالة ابتعاد عن هذه الغاية يجعله معيبا لتجاوز السلطة المنوحة له قانونا وإن توفرت فيه الشروط الأخرى، كأن يقوم قاضي التحقيق باعتقال المتهم احتياطيا طبقا لما يخوله له القانون، وذلك بقصد الانتقام منه على الرغم من وجود ضمانات تؤكد حضوره يوم محاكمته، غير أن هذا لا يمنع بنفس الوقت من أن يكون لمنفذ الفعل عند قيامه بعمله غاية شخصية إضافة للغاية التي تستهدفها المصلحة العامة. مثاله أن يعتقل قاضي التحقيق المتهم منعا من هروبه وانتقاما منه لنفسه.